أتحدث عن حديث شخصي بيني وبين وزير المالية عندما كنا في جولتنا في أوروبا. كنا في المصعد سوية وسألته نفس السؤال هذا، ماذا لو مثلا لم يمضي قانون تغطية العجز المالي في البرلمان، ما هو الحل؟ وزير المالية يتوقع أنه يتم تخفيض هذا المبلغ من قبل مجلس النواب، وفي حالة تخفيضه وعدم كفايته سألته ما الحل؟ قال لي بالحرف الواحد بأن لدى الحكومة حلول أخرى ورواتب الموظفين مؤمنة.